هروح لشيء لا يدعو للضحك على الإطلاق، وإنما يدعو دائما للأسف الشديد للحزن والأسى، وهو تشييع جثمان السيدة مريم مجدي الله يرحمها، واللي توفيت أو قتلت بسويسرا. طبعا تشييع الجثمان كان بعد وصول جثمانها إلى محافظة الدقهلية وتحديدا لشربين. دي المرحومة مريم مجدي الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته. وزارة الهجرة ووزارة الخارجية بيتابعوا بمنتهى الدقة وعن كثب مستجدات القضية بعد العثور على جثمان المرحومة مريم مجدي ملقاة في نهر من الأنهار داخل دولة سويسرا. احنا معانا على التليفون أستاذ أحمد مجدي شقيق المرحومة مريم. أهلا بيك يا فندم والبقية في حياتك. قدام لله، ازي حضرتك أستاذ يوسف؟ الحمد لله والشكر لله أستاذ أحمد. يعني احنا بالتأكيد قلوبنا معاك وإحنا بنتابع القصة يمكن من أولها، يمكن حضرتك شفتنا أو سمعت متابعتنا. وإحنا يهمنا نعرف يعني إيه الجديد اللي حاصل في هذه القضية، التحقيقات وصلت لحد فين مع المتهم بمقتل مدام مريم الله يرحمها يا رب. الله يرحمه. لا ما عندناش اي كتير. معلش يا استاذ احمد، هو الخط بيقطع، انا هستاذنك مش عايز اتقل عليك بس اتغير مكانك. اتفضل يا فندم. اديني لحظه اغير مكانك كده ممكن. في صوت ولا مزاج؟ كده سامع بوضوح يا فندم. حتى الان ما عندناش اي تفاصيل، ما عندناش اي معلومات بخصوص التحقيقات لحد دلوقتي، لسه ما عندناش معلومات. مع اللي نعرفه بس انه وليد، انه حتى الان المتهم الاول والرئيسي والوحيد في القضيه رهن الاحتجاز. ده لحد دلوقتي هو رهن الاحتجاز، وبالتالي اكيد بيتم التحقيق معاه، لكن ما عندناش تفاصيل حول التحقيق. ده مش موجود، ده مش متاح بالنسبه لنا دلوقتي. طيب وبالنسبه للبنات؟ البنات ودي القضيه الاهم. الاهم طبعا البنات، زي ما قلت وبقول تاني، البنات معهم الجنسيه المصريه، البنات اتولدوا في مصر، مدارسهم في مصر، عاشوا اكتر من 7 سنين في مصر، غابوا عن مصر بس ال 11 شهر اللي فاتوا بعد هروب الاب بيهم. حاليا البنات بدون عيله، البنات في دار رعايه، شويه وهينزل اعلان للبنات ان هم بدون عائله، وبالتالي في بيكون هناك في سويسرا طابور اللي هي بتبقى عامله طلب للتبني. فمن الوارد ان البنات ممكن يروحوا لاي عيله من العائلات دي، وطبعا ده يكون في ظلم للبنات ولعيله الام، لان بموجب القانون السويسري بما ان الاب مدان ومتهم فمش من حق الاب او عيله الاب ان هم يحتضنوا البنات، لا حاليا ولا في المستقبل. كويس. فاذا اهل الضحيه اللي هي مريم الله يرحمها موجودين وعلى اتم الاستعداد لاحتضان البنات، وده يكون اقل شيء ممكن نعمله بناتها ويكونوا جنبها وقريبين منها. في تفاصيل كتير في الشق القانوني احنا اكيد مش على درايه بيها، في مختصين كتير. عندي ثقه وزاره الخارجيه ان هم هيساعدونا في الامر ده زي ما ساعدونا في السابق من بدايه الازمه، ما تاخروش علينا باي حاجه، ليهم كل الشكر والتقدير وكل المسؤولين في البلد ان هم ما سابوناش لوحدهم ولا سابوا بنتهم لوحدها، وقدروا ان هم يرجعوا مريم لمصر تاني وان هي تدفن في مصر، ما سابوهاش هناك. اظن وعلى يقين تام ان هم مش هيسيبونا ومش هيسيبوا البنات تروح مننا، وهيساعدونا قدر الامكان ان احنا نرجع البنات. كويس جدا، لان احنا كل المحاولات اللي احنا عايزينها انه الخارجيه والهجره يقدروا ان هم يعني نشوف ايه الاجراءات القانونيه اللي ممكن تتبع داخل سويسرا بحيث ان احنا نقدر نرجع البنات على مصر، وبالتالي يبقوا في رعايتكم وتحت ولايتكم. بالظبط. كمان طوال السنين صورة بس
معلش الخط رجع يقطع تاني، انا اسف. حاضر. غابوا عنها بس ال 11 شهر اللي فاتوا بعد هروب الاب بيهم، فالبنات حياتهم الكامله كانت هنا في مصر، عاشوا اكتر من 7 سنين فكل اللي احنا طالبينه او بنطلبه انه الدعم في اننا نرجع البنات. دي ابسط حاجه ممكن نطلبها لمريم، او ممكن نعوض بيها مريم عن الغدر اللي تعرضت له. مريم وثقت في الحكومه السويسريه، وثقت في القضاء السويسري، وثقت في المنظمات الاهليه في سويسرا، وبناء عليه سافرت وهي مش خايفه، لان هي عارفه ان هي راحت تتعامل مع متطرف، ولكن وثقت فيهم وهم ما قدروش يحموها هناك في سويسرا. هي تعرضت لغدر زي ما كنا بنقول، او زي ما حضرتك قلت بالظبط. ف محتاجين ان الجهات المعنيه تساعدنا في عوده البنات، يعني وانا واثق تمام الثقه ان هم مش هيتخلوا عننا. والوزيره سهى الجندي لما تواصلت معايا بشكل شخصي اكدت لي ان هم بيدعمونا بشكل قوي جدا ومش هيتخلوا عننا. فأتمنى اتمنى ان احنا نشوف الطرق القانونيه ايه اللي نقدر نرجع بها البنات في اقرب وقت، ما البنات هي عيله تانية. طب استاذ احمد، حضراتكم اكيد وكلتوا او اتفقتوا مع محامي يبقى فاهم طبيعه القوانين السويسريه خصوصا في حاله زي دي، ولا لسه؟ في توقيف مكتب محاماه هنا في مصر يكون عنده خبره دوليه في القوانين. عندي معاه ميعاد يوم الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله هيطلعني على بعض التفاصيل. عظيم. ولكن برضو محتاجين يعني في اقرب وقت انه يكون موجود في سويسرا، اللي هو والده مريم طبعا، والدتي، لان هي اللي يخول ليها استلام الاطفال، لان هي ما زالت على قيد الحياه. طبعا ربنا يديها الصحة وطولة العمر يا رب. اللهم فتصبح هي طبقا للقانون المصري هي الحاضنة للبنات، لأنه بموجب أي حد في حضانة البنات حتى اللحظة اللي احنا فيها كمان بإذن الله ربنا يستر. أنا متأكد من أن وزارة الهجرة ووزارة الخارجية هيبذلوا كل ما في وسعهم لدعم مسألة عودة البنات إلى مصر، وإن شاء الله يوم الاثنين احنا حتى هنحاول إذا سمحت لنا نكلم حضرتك برضو يمكن زي دلوقتي نعرف طبعا يا ترى رؤية المحامي اللي حضرتك قعدت معاه أو شركة المحاماة اللي حضرتك هتقابلها رؤيتهم إيه للحالة ورؤيتهم إيه للقضية. بنتمنى بالتأكيد أن البنات يرجعوا لمصر سالمات ويبقوا يعني تحت رعاية والدة حضرتك وتحت رعايتك في النهاية. أشكرك جدا يا فندم. شكرا ليك أستاذ أحمد مجدي شقيق مريم مجدي رحمة الله عليها.